مشاهدينا بدي احييكم دائما مع الحل عنا عبر الام تي في. بيسرني كثير استضيف اليوم نقيب الاطباء الدكتور شرف ابو شرف يلي مع الاطباء مع بقيه النقابات الطبيه يمكن كانوا اول من وضع يده على ما وصلنا اليه اليوم وحذر، لانه اليوم ما فينا ابدا نلعب بصحه الناس، ولا فينا كمان نقول انه الأمن الصحي مش متواجد بلبنان، ولكن انعكاس الظروف المالية على استيراد مستلزمات طبية أدوية وغيره يمكن هذا أمر شكل اليوم خوف عند اللبنانيين، يلي البعض منهم عم يهمل صحته، البعض ما عنده القدرة يمكن أنه يتطبب، وبالتالي الأزمة فينا نقول أنه موجودة، ولكن في حلول إذا أردنا فعلا أن يكون لدينا حلول. نقيب أهلا وسهلا فيك، بعرف اليوم كنقابة أطباء يعني همين إذا بدنا نقول هم الصحة في لبنان، هم الصحي إنه مواطن ما يهمل صحته بسبب إذا طلع من شغله أو مش قادر أو إهمال ما، وهم كمان استمرارية الطبيب في كمان القيام بمهامه الطبية والاستشفائية. قديش وصلنا لدق ناقوس الخطر، خصوصا أنه اليوم مستلزمات طبية على نقص، الأدوية بعدها إلى حد ما مدعومة، ولكن أكترية اليوم هاملة صحتها، فنقولها هيك بالكلمة العريضة. أولا بشكرك عم تستضيفينا حتى نضوي على الموضوع يلي عم نحاول نضوي عليه من فترة. نحن كنا أول من دعا ودق ناقوس الخطر، يعني واجهتوا أولا الثوار اللي كانوا عم يمنعوكم توصلوا على الاستشفاء على مراكز عملكم، بعدين وبلشت تكبر بعدين القضية. المشكلة الكبير انه نحن حلقة متكاملة، نعم، بالقطاع الصحي، واي عقد بيفرط من هالحلقة تفرط كل الحلقة معه، ولذلك عم نجرب بالتعاون والتضامن نحافظ على المستوى يلي تعودنا عليه واللي هو بيشرف لبنان بالشرق، مش بس بلبنان، مستشفى الشرق الاوسط. ايه يعني نعم، في اشياء وصلنا تقريبا على الخط الاحمر، ومشان هيك عم اكثر واكثر نطلب التعاون مع الدوله حتى ما نوصل لدرجه ياثر على صحه المريض. صحيح، لحد هلا بعد الامور تحت السيطره، إيجابياتها من ميل عم نجرب قدر الإمكان نعالج بالتي هي بدون ما صحة المريض تتأثر. سلبياتها إذا بتكمل هيك لا بلا، صحة المريض واصلة إلى حد الخطر، يعني في إشياء بنايها تكون موجودة لحتى نقدر نقوم فيها ونعالج، إذا انفقدت عنا مشكلة كبيرة. ونحن برجع بقول على الحدود. صحيح، يعني أنا بتابع دايما كل القرارات اللي بتصدر عنك. امبارح يمكن طلبت من الأطباء استيفاء تعرفتهم بالليرة اللبنانية مثلا. قبل كنت عم بتطالب كمان مع الجهاز الطبي وعند وزير الصحة بالمستلزمات الطبية اللي هي أساسية فقدانها، يعني اليوم كمان بتعرقل إلى حد ما الاستشفاء وغيره. يعني دايما عندك مواقف، بعدين نقابيا بقدر أقول أنه مشان الأخطاء الطبية جددت إذا بدي أقول المصلحة القانونية، يعني في كتير من القضايا اللي هي بتصب بخانة يكون المريض مرتاح إلى حد ما. نحن اولا بالنقابه بنعتبر حالنا جزء لا يتجزا من منظومة البلد الطبية. بالبلد ككل. ونحن مثل ما بنمثل الطبيب بنمثل المريض، ولذلك وقت المريض بيعاني نحن بنعاني. ما بتقدر المعاناه تكون من جهه واحده، المعاناه متبادله. ولذلك وقت بقول مثلا بطلب انه نرجع فيما يتعلق بالتعرفه الرسميه تبع الطبيب تكون باللبناني، ليش بقى تكون بالدولار؟ وقدر الامكان المساهمه والمساعده بالوضع الاجتماعي المأزوم يلي نحن عايشين فيه. انا بعرف في كثير اطباء خفضوا تسعيراتهم او حتى ما عم يقبضوا. انا عم شوف على الفيسبوك في اطباء عم بحطوا انه عندهم ادويه وهن مستعدين مجانا كمان انهم يشوفوا المرضى. بشري اخذوا قرار على صعيد اطباء، بس في كمان بزحلي عم شوف طبيب عم بيحط، يعني تقول انه الطبيب مش دائما هو هالصوره يلي ما بدنا نروح عند الطبيب ما بنعرف اذا بدنا ندفع له او الى ما هنالك.
أنا ما بعتقد في طبيب بيعالج وهدفه الأساسي هو الماديات. بطبيعة الحال الطبيب بده يعيش مثله مثل غيره، جزء من هالمجتمع، وفي كتار برجع بقول عم بيساهموا إلى حد كبير بهالوضع يلي نحن عايشين فيه. زيت الشيء بالنسبة للمستشفيات، يعني بعرف في مستشفيات نزلت أسعارها إنه نحن بنخصم من الفاتورة قسم حتى نساهم بهالوضع يلي عايشين فيه وتما يتأثر المريض صحيا. عمليا كمان ذكرت قصة الدائرة القانونية بالنقابة يلي هي على رأس اليوم الرئيس الأول غالب غانم، يلي كمان جاي حتى يحافظ على حقوق الجميع إن كان مريض وإن كان طبيب بالمجتمع اللي عايشين فيه، ونصوب الأمور بالاتجاه المضبوط حتى نبقى محافظين على سمعتنا على كرامتنا على علاجنا يلي هو متشرف فيه. من هون بتصور تضامن الكل بهالوضع يلي نحن موجودين فيه ضروري جدا حتى نطلع من هالجورة اللي واقعين فيها، لأنه عدم التضامن وتضافر الجهود بتؤدي الى كارثه اكبر. اكيد، وهيدي الناس عايشتها وخايفين منها، لانه المستشفى اليوم عم بتطالب بالمستحقات، وكاطباء لهم مستحقات كمان، يعني مثل ما عم بتقول هيدي سلسله مترابطه مع بعضها. وبالوقت ذاته اليوم لما يحكي عن اخطاء طبيه عن غير، يعني النقابه قد ايه بدها تكون اليوم على كل الجبهات، مثل واحد بيقول جل من لا يخطئ، ولكن اليوم مع دائره قانونيه بعتقد صارت الناس ترتاح كمان انه في تجديد في حرص انه بتصير اخطاء. انا بحب اذكر دائما انه الدائره القانونيه عندنا هي لمساعده الكل. يعني وقت اللي عم بيصير في خطا في لجنه التحقيقات عم تيجي تحقق وتدرس الموضوع، وهي الوحيدة اللي قادرة تعطي نتيجة علمية. القضاء ما بيقدر يعطي نتيجة علمية. القضاء بده يستند إذا صار في شكوى على دراسة علمية معمولة من قبل لجنة التحقيقات أو من قبل لجنة هو بعينها وصارت عدة مرات، وبناء عليه يبني قراره. بس بتبقى بالدائرة بالدرجة الأولى لجنة التحقيقات مع الدائرة القانونية عندنا يلي هي قادرة تصوب الأمور بالاتجاه المضبوط لمصلحة المريض لمصلحة الطبيب. مش دائما الطبيب بيغلط، وقت اللي بيغلط يتحاسب، وقت اللي بيكون في مضاعفات ما له علاقة فيها ضروري هالقصص هاي تتوضح، والوحيد اللي قادر يوضحها هي لجنة التحقيقات العلمية يلي مؤلفة بتكون من اختصاصية، وهي بتقدر تعطي رأيها بكل وضوح وبكل شفافية علمية حتى علي نقدر نبني نتيجة ونعطيك الصحيح. هلا الملفات اللي كانت موجودة بعدها مفتوحة وبعدها قيد، يعني ما في شيء تسكر، ما هيك يعني؟ في جزء منه عم يتسكر بسرعة، في جزء عم يتحقق فيه، والجزء الثاني يلي راح للقضاء مع الأسف بياخد وقت وما بعرف ليل الصراحة. يعني وقت الأمور تخلص علميا بالتحقيقات بصور جرجر من بداية لاستئناف لتمييز لقرار أيام بتاخد 10 سنين. وهيدا الشيء مش منيح لا لإلنا ولا للقضاء ولا للمجتمع. يعني هاي تفقد الثقة بالكل وبتأثر سلبا على الكل. ما في طريقة نقدر نوصلها إلا أنه نجرب بأسرع وقت ممكن نخلص القضايا اللي عم بتعل. نحن بالنقابة عادة منجرب خلال 6 أشهر ماكسيموم سنة نطلع قرار بالقضايا اللي بتوصلنا. بالقضاء بتاخد سنوات، وهي بتمنى يعني على القضاء انه يحط لها حد بطريقة ما حتى ما تخف ثقة الناس لا فيهم ولا فينا. نقيب عنا فاصل وبعده منتابع. نتابع الحلقة مع النقيب الأطباء في لبنان دكتور شرف أبو شرف. دكتور، يعني اليوم إذا بدنا نحكي عن فصل الأتعاب لأنه هيدي أساسية، نحكي كمان عن حصانة الطبيب، ومؤخرا مدعي عام تمييز القاضي غسان عويدات أصدر قرار إنه في لا سمح الله أي خطأ ما بيجر الطبيب إلى المغفر، إنما مباشرة يحقق من قبل قاضي. قديش هذه الأمور
كلها مترابطة مع بعضها وبتعكس إيجابيات إذا بدي أقول عند الكل. نحن بهمنا بالدرجة الأولى كرامة الطبيب مثل كرامة كل مواطن تكون محفوظة. بالقرار اللي أصدره الرئيس عويدات لا شك حافظ على كرامة الطبيب، ما في طبيب بيعالج حتى يضر. الهدف الرئيسي هو أنه نصحح المريض. في حال صار مضاعفات أو خطأ في برجع بقول مين يحقق مع الطبيب بهالخصوص، وهون مشكور الرئيس عويدات على القرار يلي أخذه يلي هي بتعطي شوية حصانة للطبيب، علما أنه هاي الطبيب أيام كتير بنرجع له قسم كبير من شغله ما عنده مردود له إلا الإنساني. يعني عم بيعالج إنسانيا، بيشتغل وزارة ضمان جيش درك يعني إلى آخره. هذا فصل الأتعاب، هلأ صرنا بنقطة فصل الأتعاب، تيجي أتعابه بعد ست أشهر أو بعد سنة أو بعد سنتين اللي هني، ولكن ما بتوصل مباشرة له، إما كانت تروح قبل للمستشفيات أو فيما بعد على الشغل اللي عمله صارت تروح للجان الطبية ومن اللجان الطبية تتروح له إذا كانت اللجان الطبية مستقلة، علما أنه بعض المستشفيات حاطة إيدها على اللجان الطبية بعدها لهلأ هيدا. بعد في بعض المستشفيات بالأطراف عاملة هيك، ومع الأسف بصفي طبيب ما بيوصل له شيء، يعني عم يشتغل مجانا مرتين. وهيدي شغلة مش منيحة لا للطبيب ولا للمريض، لأنه بالنتيجة الطبيب جزء من المجتمع بده يعيش كمان. عشو بده يعيش؟ منوجه نداء يعني دائما للمسؤولين كان بوزارة الصحة أو بوزارة المالية، ووزارة الصحة ما تأخرت عن تلبية هالطلبات قبل، وبعده الوزير الحالي للصراحة كمان مشكور عم يعمل جهود كبيرة تيحافظ على حقوق الجميع، إن كان بالنسبة للطبيب وإن كان بالنسبة للمريض، وهلأ بالنسبة لقصة المعدات الطبية يعني اليوم والمستلزمات. كان عنده اليوم كان عنده كمان لقاء مباشر مع شو بقول فيه، بقول نحن ما فينا يعني ناخذ على عاتقنا أن يبقى الوضع الصحي بأمان إن لم تحل أزمة الدولار والمصارف. مزبوط. يعني قال اليوم بالفم الملآن مجددا الوزير جبق. بدنا نفهم شغلة، الصحة هي أولوية رغم كل اللي عم بيصير على الأرض. نحن مع كل هالمطالب يلي عم نسمعها وطنيا، ونحن أول من طالب فيها، ورئيس جمهورية أول من طالب فيها كمان، ولكن الصحة بدها تكون أولوية، يعني بدها تتبدع كل شيء تاني. برجع بقول إذا تأثرت فرط كل شيء من هونيك ورايح، يعني وما بنقدر. اليوم الدواء لحد ما صار في آلية معينة للمستلزمات، في يكون آلية مثلا بدل ما يجيبوا على ست أشهر يجيبوا ثلاث أشهر، بلكي هيك كمان بصير، يمكن هيدي كمان شغلة إيجابية، ما يكون في إفراط إذا بدي أقول بهذه العملية الطبية. أحد الاقتراحات هي موجودة إنه نجرب نخفف الكمية اللي عم نطالب فيها. نعم. لأنه هاي بالإجمال عم تنطلب بالدولار. نعم. ما بتنطلب بالليرة اللبنانية، أو على القليل يكون جزء منها مطلوب بالدولار، على أنه فيما بعد نقدر معنا نروح على ليرة لبنانية ثابتة. كمان وقت بدنا نحكي أنه بدي أدفع بالليرة، ما الليرة بدها تكون مستقرة. صحيح. ونحن كلنا شايفين الوضع المالي المصرفي كيف هو. بس لا شك مجبورة وزارة المال، وهون بوجه نداء إلى إلهم ومصرف لبنان، مجبورين يأمنوا الحد الأدنى بهالقصص تنقدر نضل نجيب المستلزمات الطبية ونقدر نضل نقوم بواجباتنا طبيا. أكيد، لأنه اليوم إذا منبلش بكيس الدم لغسل الكلى وصولا لبرغي، يمكن إذا كسرت إجر ما رح أحكي، بستاند للقلب، يعني شغلات عم نحكي فيها أساسية اليوم بعملكم الطبي والاستشفائي والجراحي. مية مية، وإلا ما بيقدروا يكفوا لحد هلأ، يعني عم نجرب نأجل إشياء. الإشياء الطارئة ما عم نأجلها عم نعملها، الإشياء اللي بتتأجل عم نأجلها، الإشياء اللي في مجال تتعالج فقط بالإدوية أو بطرق تانية كمان عم نعملها، كله هيك حتى نقدر نخلي الوضع الطبي اللي واقف على إجرين، تيضل المريض واقف على إجرين. بس قدام نقدر نضاين، ما بنقدر نضاين كثير إذا الأمور بتضل على هالحالة. منا برجع بقول في واجبات على مصرف لبنان وعلى وزارة المالية تأديها تجاه الأولويات بالإشياء اللي عم نطالب فيها، والصحة هي من الأولويات. خصوصا أنه اليوم مثل ما قلت الجهات الضامنة اليوم كمان هي مش عم يوصلها مصرياتها،
والمستشفيات اذا قبضت جزء ولكن لا ما بيكمل، يمكن كمان ما بكفي لاستمرارية العمل الاستشفائي. بعرف في مستشفيات عم بتسكر أقسام، هيدي كلها قديش بتنعكس كمان على عملكم كأطباء؟ عم نعيشه يعني. دجا هلأ الشغل عند قسم كبير من الأطباء خفيف كتير من شوي، وهالشي بالمستشفيات بنشوفه، بالاستشفاء الحالات الاستشفائية كمان خفيفة، كله في مستشفيات عم تصرف عمال لانه في تزايد، في ممرضات عم بتفل 50% صار معاشاتهم وممرضات عم بتروح تاني يروحوا يشتغلوا. صحيح، وهيدي كلها اختصاصيه، كل واحد بالدومين تبعه او بالقطاع تبعه يعني كله بيفرط معه ما بدنا نوصل لهون، وبتامل انه ما بنوصل لهون. ومن هون بقول مجبورين نتعاون كلنا سوا حتى نقوم من هالأزمة الكبيرة اللي نحن عايشين فيها، كل واحد ضمن إطاعه. عم بتنسقوا مع نقابة أطباء الشمال؟ عم ننسق مع كل الإطاعات، مع كل النائبات، عملنا عدة اجتماعات، عدة، وهلأ عم نفكر نعمل طاولة حوار حتى أو نقاش مع نقابة المهن الحرة، حتى مش بس نظرياً نشوف شو فينا نعمل، عملياً على الأرض كيف فينا نساهم بشكل عملي لإيجاد حلول. يعني كمان بدنا نطلب مساعدات من برا بمستلزمات طبية، بأدوية معينة، خصوصا أدوية السرطان والمستعصي، هي كلها مكلفة جدا، ولبنان ما عنده شيء. يعني 7% من الدواء بيتصنع بلبنان، مستلزمات عنا المصل بعتقد، ومش أخدين مستحقاتهم، أضربوا أول الأزمة يعني. ما على شيء ست ربيكا، هون أنا بدي أحط شوي بين هلالين. عنا كتير معامل أدوية بلبنان برا عم يجوا يعملوا ادوية هون يعني، لانه ارخص اليد العاملة، وهي قادرة تغطي جزء لا بأس فيه من العلاجات. اكيد الادوية السرطانية بدها تيجي من برا، بس في ادوية كتير عم تنعمل هون، وهون بشجع كل الاطباء يستعملوا الدواء اللبناني، مثل ما عم نقول لهم استعملوا المنتج اللبناني بالعموم بالسلع، استعملوا الدواء اللبناني، الدواء اللبناني يضاهي الدواء اللي موجود برا، اولا ارخص، ثانيا بشجع اليد العامله عنا اكثر، وبشجع الصناعه الوطنيه. هل اكيد بيوفر كمان موجودة على الخزينه يعني، ما بنطلع عمله لبرا عمله صعبه. في اشياء موجوده عنا نستعملها ونفتخر فيها. طبعا نقيب يعني ملف طبي كتير كبير، أزمة ما بنعرف لوين واصل الحقيقة، حتى ما نكون نحن كمان نحن نتمنى تكون الحلول بكرة قبل بعد بكرة، ولكن اليوم هل أنتوا مطمئنين أو خايفين بالفعل أنه ما تقدروا تكملوا عملكم الطبي بالشكل اللي أنتوا بتطمحوا له مستشفى الشرق الأوسط يعني؟ نحن أنا خايف بصراحة، أنا خايف مع أني دايما متفائل، خايف لأنه ما عم شوف بادرة حل لحد هلا. منتأمل انه نبلش نوصل لحل، وهون بوجه نداء اذا بدك للحراك يلي قايم بهالانتفاضة الشعبية اللي عم نعيشها ويلي نحن جزء منها. انا بعتبر حالي جزء منها رغم كل شيء. بدنا نحط قدامنا هدف لوين بدي اوصل وكيف بدي اوصل. ما بوصل انه انا عم خرب على حالي، بسد الطرقات، بقوس على اجري، بدي اقدر اتعاون مع الكل تنهض بالمشكله اللي قايم فيه، والا السقف وقت اللي بيوقع على الكل. يعني نتمنى من المندسين على هذا الحراك النقي انه كمان ينتبهوا انه هيدا وضع بلد ككل، يعني مش وضع شارع او منطقه لوحده. انا بدي اشكر حضورك معنا نائب شرف ابو شرف. طبعا مشاهدينا بنلتقى بكره عبر الحال عنا ام تي في، الى اللقاء.